عن بلدي يحكي لي يا نسيم اللي مارق على الشجر مقابلي، عن أهلي حكاية، عن بيتي حكاية، عن جار الطفولة حكاية طويلة. يا نسيم اللي مارق ع أرض الغار، حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار. يا نسيم اللي مارق ع أرض الغار، حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار. خبرني إن كان بعده بيذكرني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يشرفني ويسعدني في هذا اليوم الطيب من أيام الوطن، وهو 1/12/2020 في نهاية هذا العام، أن أرحب بهذه المبادرة، مبادرة من ذاكرة الأجداد التي تشرف عليها مديرية ثقافة عجلون ودارة عجلون للثقافة، أن أتحدث بإيجاز عن بعض المعلومات التي سأقدمها. وبداية سأعرف على نفسي، أنا الباحث محمود حسين الشريدة من بلدة الوهادنة التي كانت تسمى خربة الوهادنة في السابق. أنا من مواليد عام 1952، عقيد ركن متقاعد، ولي اهتمامات في التاريخ الاجتماعي وفي الأنثروبولوجيا، وهذه أصبحت عندي هواية. والدي عليه رحمة الله من مواليد 1910، كان فلاحا وفلاح نشيط، مارس حياة الفلاحة بكل أبعادها، ورافقته في صغري في أعمال الفلاحة، وتعلمت منه الصبر، وتعلمت منه المثابرة، واستفدت من معلوماته الشيء الكثير. نحن الآن في بلدة الوهادنة، هذه البلدة العريقة القديمة الجميلة التي امتد فيها الاستيطان البشري منذ 800 عام بشكل متواصل. وهذه البلدة من خلال الحفريات ومن خلال دراسة الفخاريات فيها تعود إلى ما قبل الميلاد بمدة طويلة. تشتهر هذه البلدة بشجر الزيتون المعمر في كثير من أرجائها، هذه الزيتونة المباركة التي تركها لنا الآباء والأجداد، ولا نزال نحافظ عليها، ولم نكتفي بالمحافظة عليها، لا بل زدنا عددها بشكل كبير جدا. اسمحوا لي أن أتحدث عن التعليم في بلدة الوهادنة. بلدة الوهادنة تم إنشاء مدرسة أميرية فيها منذ عام 1926، وكان ترتيب خربة الوهادنة، مدرسة خربة الوهادنة، رقم 6 في جبل عجلون. بدأت الدراسة في هذه المدرسة من قبل إدارة المعارف، وكانت في بيت قديم يتم التدريس
فيه، ولكن بعد سنة تم بناء غرفتين من الحجر والطين وأصبحت تدرس الطلاب فيها. من أشهر المعلمين اللي درسوا في المدرسة قديما هو الشيخ جميل برقاوي، وله فضل كبير على أبناء البلد، على الرغم من أنه بدأ التدريس في هذه المدرسة منذ عام 1938 إلى عام 1948، يعني قريب العشر سنوات، لكن لا يزال يتذكره الآباء والأجداد، حتى يتذكره الذين لم يحظوا بفرصة تعليمه. أيضا من الأساتذة المشهورين في هذه المدرسة قديما الأستاذ يوسف الزعبي، هذا الإنسان الطيب الذي يعتبر معلم ومربي بنفس الوقت. وفي عام 1950 تم بناء مدرسة في خلية الوهادنة على نفقة أبناء القرية، ومن هناك أصبحت هذه المدرسة تتبع وزارة التربية والتعليم. ومن العادات التي كانت سائدة في منطقة الشفا وفي منطقة الوهادنة وبشكل عام في جبل عجلون عادات الأفراح، كان في البداية عندما يرغب شخص بتزويج ابنه كان يسعى للبحث عن بنت تناسبه، وكان يبحث عن مواصفات طيبة لهذه البنت، وكان يبعث أخته أو أمه أو عمته أو خالته أو أحد قريباته إلى أهلها، إلى أم البنت المراد خطبتها، وكان يصير الحديث معها، وإذا وجدوا قبول بعدها بتذهب الجاهة للحديث في المراسم الخطبة. عادة في خربة الوهادنة كان من يقوم بالحديث بالخطبة المرحوم الشيخ عبد الرحمن الشريدة، وكان يقدم في كل المناسبات هذه، وكان من أقواله المشهورة في هذا المجال مخاطبا أب والد العروس أو كبير عشيرتها بقوله يا أبو فلان هذه وجوه الوهادنة الجايين يطلبوا قربك ببنتك فلانة إلى ابن فلان على كتاب الله وسنة الرسول، فكان الجواب يقول له أجتك العطية ما من وراها جزية، يقول له أنت صاحب خير لكن إحنا راحين نقدم لك، ويحكي عن المهر اللي متفق عليه، وبعدها يتم كتب الكتاب، وبعد فترة يتم مراسم للزواج، وعادة كانوا يختاروا فترة الصيف أي ما بعد انتهاء محصول حصيد القمح والشعير، فكان هذه الفترة شهر 7 وشهر 8 هذه الفترة اللي كانت فيها الأعراس، وكانت تتم على البساطة، يجهز بيته ويجهز الجهاز البيت ويحضروا الذبايح ويدعوا الناس اللي حولهم، وعادة كانت تقتصر على أبناء القرية، ما يتوسعوا في عملية الدعوات، وكانوا يذبحوا الذبائح ويطبخوا ويقدموا الأكل للمدعوين. وبعدها كان في عندهم من العادات الجميلة يأخذوا العريس للزفة، كانوا يأخذوه في منطقة معينة، وكان يتم حمام العريس في تلك المنطقة ويلبسوا الملابس الجديدة، وحولوا الناس ذكورا وإناثا يغنوا، وكان الشباب يركبوا على خيولهم وطاردوا في الساحة اللي كان يتم فيها حمام العريس. وكان يعني الملفت للانتباه انه غالبية في الخمسينيات وما قبلها العريس لازم يلبس حطة بيضة أو شماغ وعقال، وكانوا يقطعوا قصفة زيتون ويحطوها على العقال تبركا بالشجرة المباركة، ويمشي العريس وخلفه أصدقائه وأقاربه إلى أن يصل إلى داخل البلد، فيستضيف أحد أصدقائه في بيته،
وهذا المعزب كان يدخلوا عنده وبعديها يباركوا له ويقدموا له النقوط، وكان النقوط عبارة عن مبلغ مادي بسيط يقدم للعريس. والحديث عن المساكن في بلدة الوهادنة، سابقا كانت الناس تسكن في بيوت الشعر في الصيف أو في الشتاء كانت في الكهوف، لكن بدأت تبني بيوت الحجر والطين، وكانت البيوت على نوعين، نوع مبني من الحجر والطين خالص وسقفه من أغصان الأشجار، والنوع الآخر كان عبارة عن عقود، هي عبارة عن قناطر متواصلة وتنتهي في قبة قليلة الميلان وكلها من الحجر. اللي اشتهروا في بناء البيوت في بلدة الوهادنة كما هي في منطقة الشفا وفي منطقة عجلون، كان عمال مهرة يأتوا من فلسطين وخاصة من مدينة نابلس، وهم بنوا معظم بيوت بهذا الشكل. كان البيت عبارة عن مساحة واسعة وهي حجرة واحدة قد تصل إلى 60 أو 70 متر مربع. كان يوجد باب واحد للبيت وشباك واحد وبعض الطواقي الجانبية تحت السقف مباشرة حتى تخرج الدخان اللي كان يصعد من إشعال الحطب داخل البيت للتدفئة أو للطبيخ. كانت البيوت تؤدي وظائفها بشكل كبير، كان يوجد في داخل البيت الكوارت القمح والقطع التبن، وكان بعض الأحيان طبعا البيت كان مقسم من الداخل قاع البيت والمصطبة ثم العقدة في بعض البيوت، وكانت بعض المواشي تنام في فترة الشتاء إذا ما فيش عنده كهف تنام داخل البيت، وعلفها قريب موجود التبن والشعير قريب منها. وكانت البيوت تشعر فيها بالدفء في الشتاء وفي البرود في فصل الصيف. كانت حياة الناس في بلدة الوهادنة بسيطة، وكانت مهنتهم الرئيسية هي الزراعة وتربية المواشي، لكن الزراعة كانت مهمة كثير في حياتهم. كان عندهم مساحات من الأراضي واسعة تصلح للزراعة، فاهتموا بزراعة القمح والشعير والسمسم والذرة والفول والحمص والكرسنة، واشتهروا أيضا بزراعة الزيتون. الزيتون كان مهم جدا في حياتهم، كل البيوت كانت تعتمد على نظام الاكتفاء الذاتي بكل المواد اللي عندهم، ما كانش في عندهم مجال إنهم يتعاملوا في تعاملات تجارية زايدة عن الحاجة إلا الحاجات الضرورية. وكان قبل 48 كان انفتاح منطقة الشفا بشكل عام اللي هي الوهادنة والهاشمية إلى منطقة بيسان، وكانت منطقة بيسان بالنسبة لهم أقرب من إربد وأقرب من نابلس، لكن بعد 48 بعد الخمسينيات أصبحت توجههم للتجارة مع نابلس والقدس، فكانوا يشتروا حاجياتهم الأساسية اللي ما بتنتجها أرضهم من هذه المنطقة، وكانوا راضين ومبسوطين بحياتهم. وكانت عندهم يعني ميزة كانوا يشتهروا فيها اللي هي ميزة العونة، فكانوا يتعاونوا بعملهم بشغلهم سواء كان بالزراعة أو في تربية المواشي بشكل ممتاز. هذه حياتهم البسيطة اللي عاشوها في بداية الخمسينيات وما قبلها في عهد الإمارة، لكن الحياة اللي بنعيشها الآن والتطور اللي صار تطور هائل جدا. ما كانش عندنا طرق تصلنا السيارات، الآن صار عندنا طرق تصلها السيارات وبشكل مريح. ما كانش عندنا عيادات والآن عندنا عيادات وقريبين من المستشفيات والمراكز الطبية الشاملة. كانت مدارسنا بسيطة وما
محدودة وصفوفها محدودة، الآن أصبح إن مدارس ثانوية ومدارس للذكور والإناث ومدارس أساسية متعددة. كان يستخدموا الفانوس للإنارة، الآن عندنا ما شاء الله الكهرباء اللي قدمت خدمات جليلة، والآن الكهرباء أوصلت من خلالها إمكانية التواصل مع العالم من خلال التقنيات التكنولوجية الحديثة، والناس الحمد لله يتحسروا ويحنوا للماضي، لأنه الماضي كان فيه أمور كثير مهمة، منها العونة، ومنها المحبة الكبيرة، ومنها القيم الحميدة اللي كانت موجودة. الآن أصبحت التكنولوجيا تشكل كمان عبء على هذه العلاقات، أصبحت الناس تعيش داخل بيوتها، تستخدم أجهزتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الفترة أن يحمينا من شر الكورونا التي كمان ضغطت علينا بشكل كبير، وأصبح التواصل فيما بين الناس محدود إلى حد ما. في نهاية هذا اللقاء الطيب لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى القائمين على هذه المبادرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بنعمة الأمن والأمان، ويحفظ قيادتنا الهاشمية، ويحمينا من شر الأوبئة ومن شر هذا الوباء الذي أجتاح العالم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الخير باستمرار. عن بلدي احكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابيلي، عن اهلي حكايه، عن بيتي حكايه، عن جار الطفوله.